ronald content وغتخرج. غنعطيكم واحد التكريم على لا ليجوند بيلي اللي مشى لنا هاد العام. السلام عليكم. ديروا النية، قول لكم ديروا النية، الكرة غتلعب بطل. من مواليد مدينة طنجة، ابن بطوطة عاش كواحد من أكبر رحالة في التاريخ. في القرن 14 سافر وجا للعالم وقطع المسافة اللي كتزيد على 100,000 كيلومتر بفضل هاد الرحلات اللي دار والناس اللي تلاقا. تمكن ابن بطوطة باش يكون سيد وسط كتجمع ما بين الشعوب والثقافات. هاد الشخصية التاريخية المغربية كانت من الأولين اللي خلت المملكة المغربية منفتحة على العالم. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيت بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.